أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: يوجد في بيتنا دش، وهو الطبق الفضائي، وأنا متضايق من هذا الأمر، وإذا نصحت والدي قال ليس في ذلك شيء، فهل إذا جلست مع أهلي ووالدي عند التلفاز أكون ممن يقر المنكر؟ إذا كان يعرض في الدش منكر، نعم، تكون ممن لم ينكر المنكر بقلبه، أقررته بقلبك، فلا تجلس في هذا المجلس إذا كان الدش يعرض منكرات. أما إذا كان الدش ما يعرض منكرات فالأمر في هذا سهل. نعم، وإن كان السلامة من الدش لا شك أنه أبرى للذمة، لأنه يجر أهل البيت إلى أشياء في النهاية تكون قبيحة، فهو وسيلة من وسائل الشر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.